يحافظ شارع المتنبي في العاصمة العراقية بغداد على تاريخه الممتد منذ ثلاثينيات القرن الماضي كمنارة ثقافية تجذب المفكرين والأدباء، مثلما تجذب القراء لأرصفته المفروشة بالكتب، فيما تواصل المراكز والمكتبات على جنباته إثراءه بالفعاليات الثقافية. شارع المتنبي ملتقى النخب الثقافية العراقية، حيث يحتضن العشرات من المكتبات التي تعج بمختلف أصناف الكتب والإصدارات والمخطوطات النادرة، ويفترش الكثير من باعة الكتب أرصفته عارضين الحديث والقديم والنادر من العناوين التي تستقطب اهتمام هواة القراءة والباحثين والطلبة الذين يلتئمون فيه يوم الجمعة من كل أسبوع، اليوم الذي ينشط فيه الشارع بشكل خاص. شارع المتنبي يعتبر متنفسا مهما للكتاب والأدباء والمثقفين العراقيين من مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى المثقفين والأدباء والسياح الأجانب الذين يأتون من كل حدب وصوب إلى هذا الشارع الثقافي. وتتجلى الأهمية التاريخية لشارع المتنبي من خلال عمره الذي يمتد إلى العصر العباسي، حيث أنشئ امتدادا لسوق الوراقين، فيما أطلق عليه عام 1932 اسم الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي الذي ينتصب تمثاله في ناحية الشارع المطلة على نهر دجلة. ولا يستغني مرتاد الشارع عن المرور بمقهى الشابندر، وهو من أبرز معالمه، الذي يمثل منتدى اجتماعي يتداول فيه الحديث عن هموم الثقافة والشعر والفن. مقهى الشابندر جمعت وتجمع كثير من الأدباء والمثقفين المعروفين جدا على مستوى الرواية والقصة والشعر. ومن معالم شارع المتنبي المركز الثقافي البغدادي ذو القاعات العديدة التي تنتظم فيها المحاضرات والندوات، وتقام في باحته معارض الرسم على الخشب والزجاج، ذلك الفن المعتمد على المهارة اليدوية. وللمرأة حضور متميز في هذا الشارع، باحثة عن البناء الفكري بعيدا عن الاهتمامات الشكلية. ضروري المرأة تتجه للكتاب وللعلم وللثقافة حتى تعلم أولادها، تقفهم وتبني جيل مستقبل راقي ومتعلم وفاهم. ومرتاد المتنبي لا ينسى حدائق القشلة، المكان الأنسب لإقامة معارض الفنون التشكيلية والمناظرات الثقافية وعزف أنغام الأغاني التراثية التي تعود بالزائرين إلى أجواء بغداد القديمة. شارع ينعم فيه الفكر والجمال بفضاء مفتوح من الحرية، ويفوح في أجوائه عبق التراث. حيدر جواد لتلفزيون سلطنة عمان، بغداد.